وللحديث عن الواقع السياسي في العراق وموقف الأمم المتحدة وبعثتها منه، معنا من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد إبراهيم العجيلي. مرحبا بك معنا. مرحبتين، تحياتي لك ولجميع مشاهدينكم. حياكم الله. كيف تقرؤون سيد إبراهيم في الميثاق الوطني العراقي الإحاطة التي قدمتها رئيسة بعثة يونامي في العراق حول أن العملية السياسية مشتولة حسب تعبيرها، تعبير بلاسخارت؟ نعم، صحيح، هي متأخرة في ملاحظات تقديمها للأمم المتحدة عن أوضاعنا في العراق، لكن في الحقيقة هي أشارت إلى أن معظم العراقيين وقت اللي إحنا عندنا في العراق الوضع متفاقم، وجميع أبناء الشعب العراقي بعد ما عاد يقدرون يتقبلون الوضع القائم الآن، يعني سلطة يتبادلوها مثل زي الكره بين عدد من الافراد، ووضع مزري وسجون ومعتقلات وعمليات انتقام مختلفه الوجوه تتم بشكل مستمر في بلدنا. والعمليه السياسيه بالحقيقه مثل ما يسموها هي مجموعه افراد يعملون تحت صفات كتل واحزاب مثل ما هم يسموها، لكن بالحقيقه هي عصابات مشتركه وعصابات للقتل والسجون والناس اللي مختفين قسرا، ويعني وضعنا لا يطاق، الخدمات معدومه تماما. يعني تصور انت شعب كامل يفتقر للماء الصالح للشرب، نعم، وينتقص الكهرباء وينتقص الخدمات الصحيه، وفوق هذا كل عمليات الانتقام والسجون والتغييب القسري. فشتي تقول هي مثل الامم المتحده تقول بعض العراقيين، هو كل الشعب العراقي يعاني، كل الشعب العراقي يثور الان، لان لا يوجد شيء يخسره بعد اكثر. شعبنا احنا، طيب سيد ابراهيم، نخسر قيودنا فقط. هل تكفي هذه الإحاطة برأيكم؟ الجميع يعلم سبب الأزمة في العراق، لماذا غابت مطالب الشعب العراقي والحلول التي قدمها بين يدي المرحلة التي تعيشها البلاد الآن؟ لا، مو كافية أبدا. يعني إحنا الآن نحتاج إلى تدخل الهيئات الدولية لحسم موضوع السلطة. السلطة لا ينبغي أن تبقى متمسكين بها مجموعة من الطائفيين، مجموعة من المتسلطين، مجموعة من اللصوص الذين أثروا على حساب الشعب العراقي. تصور أنت قائمة البنوك في العراق لا تخلو من الوزراء والموظفين الكبار في هذه الدولة، وناس يعني أحدهم كان يقول كنت أحلم ألبس جاكيت، الآن عنده بنك ورصيده 350 مليار دولار مثلا، وانصباعه بنفس الشيء، وافراد عائلته وقصور في انحاء العالم المختلفه. فهذه من وين جاءت؟ جاءت من هذا النهب ومن هذه السرقات. وبالمناسبه هي عصابه تستغل من على السلطه في العراق وعلى الموارد الطبيعيه في العراق، وتحلل لنفسها نهب هذه الثروات. الثروات مثل ما نص الدستور عليها انها هي ملك الشعب، لكن هم يحللون لانفسهم ويعتبروها هذه ليس لها مالك، فاذا حلال ان ينهبوها. نعم. حتى الاموال، اموال الدوله ان ينهبوها، الذهب قد نهب. يعني احنا عندنا وضع استثنائي، وهو مسيطرين عليه بالسلاح، مسيطرين على الناس بالسلاح، والوضع لا يحتمل اكثر من هذا. واحنا وجهنا هذا النداء الى العالم كله، وكلنا نتعشم بموقف دولي إنساني يتدخلون في إعادة انتخاب السلطة والإشراف على صناديق الاقتراع والحفاظ عليها. على ذكر صناديق الاقتراع أستاذ إبراهيم، على ذكر صناديق الاقتراع، لعلك تابعت ما قالته بلاسخارت حول ضرورة عقد انتخابات جديدة بضمانات دولية هذه المرة. السؤال، هل تملك بلاسخارت القدرة على ضمان حيادية ونزاهة إجراء انتخابات في ظل السلطة الحالية؟ لا أبدا، هي لا تستطيع، ولا أي شخص بصفته كشخص يستطيع أبدا نهائيا، لأن هذول عندهم أساليب مختلفة ويسيطرون بقوة السلاح. يا أخي، يمنعون بكيفهم، والصناديق نفسها تسترجل،
ترفع تروح المكان وتستبدل بصناديق اخرى، ولذلك تشوف النتائج لا تشبه الحقيقه يعني. وهذه المرات العديده الكثيره قد تجددت وقد تكررت، ولا مش معقول الناس كلها رافضه لهذا الوضع ويطلع واحد من دول الفاسدين فايز بعدد من الاصوات ويريد يصير رئيس وزراء مثلا يعني. ثم من يضمن يعني هسه لو صاير من ثم من يضمن أستاذ إبراهيم القبول ب يعني تشكيل حكومة كما جرى هذه المرة، تشكيل حكومة من الحزب الفائز؟ ومن هو الحزب الفائز؟ اللي فازوا هم بالحقيقة الصدريين أصحاب الأكثرية. نعم نعم في الانتخابات القادمة، في الانتخابات القادمة نعم. نعم. طيب طيب نعم. من ناحية أخرى برهم صالح اعترف بأن الوضع يزداد سوءا في العراق و بأن صبر العراقيين بات ينفد، لماذا يستمر دعم المجتمع الدولي لهذه العملية السياسية رغم كل هذه الاتهامات بالفساد والفشل واعترافهم هم بذلك؟ يعني هو الوضع الدولي بالحقيقة شائك، والهيمنة للغرب للولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بريطانيا يريدون أن الوضع يبقى مستمر هكذا في العراق، لأنه هاي الحماية لإسرائيل صراحة يعني يبقى هذا المجتمع متمزق ومهان ومبعثر ومدمر، ويتطلب إلى تطهير عرقي وتطهير جغرافي. ولكن الأمم المتحدة ما عندها هذيك النظرة الساقطة، أو هناك هيمنة على مؤسسات الأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وإلا ليش يعني إحنا مسروكين في زاوية النسيان وشعبنا ينذبح ويفتقد لآخر مقومات الإنسانية، لأبسط مقومات الإنسانية في العراق المستقبلية؟ يعني أكو يعني هناك يد خفية في الظلام تلعب في مقدرات هذا الشعب. نعم. هذا اعتقادنا وتقديرنا، ولكن نأمل أن يكون تدخلات الأفكار تنجم عن نتيجة، نتيجة فعلية، لأنه احنا نريد، احنا عندنا ميليشيات إيرانية مسيطرة على الوضع، يعني عدد من الميليشيات المسلحة وقيادات إيرانية، وتعرف أنت المتظاهرين نعم. للأسف انقطع الاتصال بالأستاذ إبراهيم العجيلي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني من لندن.